طبعا يعني ايه اللي يجب على البنت؟ يجب على البنت امسكي في اللي بيحبك بايدك واسنانك، ما بقولكيش اقعدي بالسنين، لا حددوا وقت، ولما يخلص الظرف عنده 5 شهور 6 شهور سنه حلو تمام، مفيش مشكله طالما احنا ضامنين وعارفين ان هو شارينا. والاباء والامهات انت نك يا ابني نفس الكلام، يعني انتوا كمان لكم خففوا ويسروا على الشاب اللي تقدروا تعملوا. انا اعرف حما ذوق اب لبنات يمسك العريس اللي جاي، تعال معاك ايه؟ يقول له معايا كذا، هعمل جمعيه. كام الجمعيه؟ والله كانت ب 100 جنيه ساعتها. يقول له تمام يلا ندخلك في جمعيه ب 100 في 100 وتقدر تدفع 200؟ اقدر ادفع 200. الكلام ده من مثلا 20 سنه فاتوا. وياخد الاب البنات بتاع هتجيب ادي اوضه النوم، هو ميسر، يقول ليه ما اشتريش لبنتي افضل شيء وهو هيسد. واشترى لبنته العفش والحاجه وهو بيسد مثلا ايه 100، هيبقى 1000 العفش ايامها كان ب 60000. فيجي يبقى تدفع يلا حين ما يسر، معكش ده ييسر عليه طالما مستطيع. وجاب لي اشترى لبنته راجل. انا عايزه اقول لكم ان الزوج ده مات شهيد، حامل لكتاب الله، الزوج ده مات شهيد وبنته ترملت وعليه لسه فلوس لحماه. يقول هي على روحه يا صدقه، هي كذا سامحت يا رب. حلو جميل المعاملات دي، يسروا على الشباب. اشتري الراجل، اشتري الراجل اللي يحافظ على بنتي، اشتري الراجل اللي يريح بنتي، فخففوا عليهم. اخر حاجه اوصي بيها الشاب بقى، بص يا ابن الحلال كالاتي، تعمل خطوات اللي انا قلت لك عليها. اول حاجه اتكلم ابوه، عم الحاج انا شاريك وشاري بنتك وانا مش عايز اطلع بره البيت وانا حبيبها وانا عندي ظرف هياخد قد كذا. خليك صريح وواضح، خليك صريح وواضح، هو ده اللي هينجيك. وضعي 1 2 قدامي من سنه، ادي لنفسك 2 3 زياده عشان الظرف اللي انت عارف في البيت، وانا داخل جامعه ولازم اسد العمليه او اختي او كذا. وبعديها كذا موافق عليا على الوضع ده؟ مش موافق يبقى يعني ايه، انا يعني بقول لاخر لحظه انا شاريه، هديك يومين تفكر يعمل حاجه وهتصل بيك شكرا. بعد يومين اتصل، لان مش البنات مش اهل العروسه اللي بيتصلوا، المشكله اللي بيقع فيها الشباب دي. يا ابني لا، ما هو المفروض يرد، المفروض يرد عليك انت، هو بالعروسه انت اللي تتصل عليه تسال. اتصل، هي يعمل حاجه ايه الوضع؟ والله يا ابني احنا كمان شارينا كون اللي نعرفه احسن، انت كذا ودخلت بيتنا توكلنا على الله. لا والله ظروفك ما تناسبناش، هنا ستوب خلاص حاجتها. وامنع، بص امنع كل وسائل التواصل عشان ما تتبع خلاص، لا تكلمها ولا تحاول ولا انك انت ترجع ولا الحاجات دي خالص، بالراحه خالص بالراحه. وهتاخد وقت، هتتعب، انا هقول انا اكذب عليك، هتاخد هتاخد وقت وقلبك هيوجعك، قلبك هيوجعك، بس هتتعافى هتتعافى، تاخد فتره لان كده خلاص هم ابدوا رايهم، مفيش منها رجا بقى خلاص، مفيش منها جوازه، مفيش حلال في الكلام ده. لا هتابعها انستا ولا هتابع اكونتاتها ولا اروح اشوف عملت لايك لمين ولا اعملها كلوز فريند واروح مش عارفه عملت علقت لمين، خلاص. وتدعي ان اللي بقول لك عليه اسمعه، ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا، والله اقسمت يمين بالله الواحد الاحد لا يخلفك يا ابن الله خيرا منه، وهيكرمك هيكرمك. ادعو الله سبحانه وتعالى يكتر من امثال الشخصيه الجميله دي بس بدون تجاوزات، حب ويبقى حريص على الحب وحريص على العلاقه بالشكل ده. يا رب جوز البنات، قولوا امين. اللهم جوز البنات يا رب بالازواج الصالحين السقي النقي الرباني القراني الرومانسي ذو العربيه، واحده تقول لك انا عايزاه ذو العربيه ماشي، ويزوج الشباب بالصالحات التقيات اللي تفرح قلبه وعقله وعينه ويفرح بيهم الرسول عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. جزاكم الله خيرا.